بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 91 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الدعوة في هذا البرنامج. وبالإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بالشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذه الأخت أم عبد الله تقول: فضيلة الشيخ، حصل لي في حياتي عضل من والدي ومات والدي وتقدم بي العمر الآن ولم أتزوج. سؤالي: ما حكم عضل المرأة في الشريعة الإسلامية والأسباب المترتبة على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الزواج ما أمر الله به ورسوله لما فيه من المصالح والمنافع العظيمة. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والله جل وعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يا أولياء النساء، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فلا يجوز عضل المرأة إذا جاء إليها كفء، إذا خطبها كفء رضيت به، فلا يجوز منعها من الزواج منه لأي غرض كان، سواء كان لأجل استثمار المرأة أن تكون موظفة لها رواتب وليها يريد أن يستثمرها تبقى بدون زوج، هذا حرام عليه، أو كان لغير ذلك، أو لأجل أن تبقى تعمل عنده أو ما أشبه ذلك. والعضل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. وقال سبحانه وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فهذا الذي عضل ابنته السائلة قد أخطأ في حقها، ولكن عليها هي أن تسامحه ما دام أنه قد مات وهو والدها، عليها أنها تسامحه وتدعو له لعل الله أن يغفر له، وإلا فالأمر خطير جدا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو تركي يقول: الشيخ، ما واجب الأسرة نحو الأبناء تارك الصلاة ويقولون بأنها لا تقبل صلاة الأب أو الأم ما دام الأولاد لا يصلون، هل هذا صحيح؟ واجب على الوالدين أن يأمر أولادهما بالصلاة لسبب، وأن يضربوهم عليها بعشر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. قال الله جل وعلا لنبيه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال تعالى لعموم المسلمين: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، وذلك بإلزامهم بطاعة الله وأداء الصلوات والفرائض ومنعهم من المحرمات والمخالفات، هذه وقايتهم من النار. دثنا الله جل وعلا على إسماعيل عليه السلام، قال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فالأمر بالصلاة والإلزام بها أمر لا خيار فيه، لا في حق الوالدين ولا في حق غيرهما من المسلمين، ولا دين بدون صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
وفي الحديث أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وقال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الوالد الذي يترك أولاده لا يصلون ولا يلزمهم بالصلاة، هذا قد فعل أمرا عظيما وترك واجبا عظيما، عليه أن يتدارك، وعلى كل والد ووالدة أن يهتموا بأولادهم من الصغر ويربوهم على الصلاة ويعظموها في نفوسهم. فإن الأولاد بالتربية، إن كانت تربية صالحة نشأوا صالحين، وإن كانت تربية سيئة نشأوا سيئين. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالوالد واجب عليه أمر عظيم نحو ولده ما دام أنه صغير وتحت كفالته وتربيته، إنه يجب عليه وجوبا متحتما أن يلزمه بالصلاة وأداء الواجبات، ترك المحرمات، وأن ينشئه على الطاعة وعلى الخير حتى يكون ذرية صالحة له تنفعه بإذن الله حيا وميتا. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله يقول فضيلة الشيخ، هل يرى المؤمنون الموحدون الرسول يوم القيامة ويجتمعون به يوم القيامة؟ تكملة للجواب. نعم. وأما قول السائل أنه يقال أنهم لا صلاة للوالدين إذا لم يأمر أولادهما بالصلاة، نقول نعم، الوالدان إذا لم يأمر أولادهما بالصلاة فإنهما ترك واجبا عظيما حملهم الله إياه ويسألون عنه يوم القيامة، وأما صلاتهم فإنها تقبل مع تحملهم هذا النقص الكبير لعدم تربية أولادهم وإنكارهم للمنكر. فهم أدوا واجبا وهو الصلاة في أنفسهم، وتركوا واجبا وهو أمر أولادهم بها وإلزام أولادهم به. نعم. هل يرى المؤمنون الموحدون الرسول يوم القيامة ويجتمعون به؟ نعم، المؤمنون يحشرون مع تحت لواء الرسول صلى الله عليه وسلم، ويريدون عليه الحوض، يريدون عليه الحوض صلى الله عليه وسلم، تقر أعينهم بلقائه. نعم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ صالح حفظه الله، أنا سأحج إن شاء الله العام القادم، فأي الأنساك أخذ بها مع أنني فقير؟ يقولون خذ بالتمتع لأنني يقول لا أملك الهدي حفظكم الله. إذا أخذ بالتمتع وجب عليه الهدي، ولكن الله يسر، فإذا كان لا يقدر على شراء الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، كما قال الله سبحانه من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، من لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. الأخت السائلة تقول هل يجوز صيام أيام ذي الحجة وبدايتها وذلك قضاء؟ إن كانت تقصد قضاء يعني عن صيام واجب في ذمتها كصيام رمضان أو صيام، نعم، كصيام رمضان، فإنه لا يدخل في صيام 10 ذي الحجة. 10 ذي الحجة مشروع مستقل، والقضاء مشروع مستقل، فعليها أن تأتي بالأمرين، أن تقضي ما عليها من الواجب الصيام، ويستحب لها أن تصوم 10 ذي الحجة لها بحاجة إلى العمل الصالح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما حكم الإذانة والأذان والإقامة للمنفرد؟ سنة، يستحب للمنفرد إذا كان في بر، إذا كان في بر أو لا يسمع أذان فإنه يؤذن ويقيم ولو صلى وحده حيال لهذه الشعيرة، وأما إذا كان في البلد فإنه يصلي مع الجماعة في المسجد. إن كان له عذر تخلف من أجله عن صلاة الجماعة فإنه تكفي الإقامة، وأما الأذان فيكفي أذان البلد. نعم. الأخت السائلة أم عبد الله تقول أختي تلبس البنات الصغيرة لها ملابس قصيرة، ما هي النصيحة لهؤلاء فضيلة الشيخ الذين يتساهلون بهذه الملابس القصيرة بالنسبة للصغار؟ لا يجوز تربية الصغار على عدم الاحتشام، تربية البنات الصغيرات على عدم الاحتشام هذا أمر لا يجوز، بل تربى البنت على الاحتشام وعلى الستر حتى تنشأ على ذلك، فهذا أمر يجب، وهذا من التربية، هذا من التربية الحسنة. نعم. هذا السائل فضيلة الشيخ يقول أنا أتوضأ وألبس شرابي ولا أنزعها من رجلي إلا بعدما أصلي بها 5 أوقات، وسؤالي يا شيخ هل أمسح على رجلي
رجلي من وراء الجورب إذا توضيت؟ المسح على الخفين أو على الجوارب الساترة يكون على ظاهر الخف أو على ظاهر الجورب، لأن يضع أصابعه مبللة، أصابع يديه مبللة بالماء، اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى من رؤوس أصابعها إلى الساقين ظاهرا، لا يمسح الجوانب ولا يمسح الأسفل، هذا هو المشروع. نعم. يقول هذا السائل الشيخ: رجل عنده 200,000 ريال، قبل حولها اشترى بها غنما ليربيها ويبيع الأولاد منها ويقوم بتعليفها من ماله، فهل يزكى هذا المال بمرور حول مع الغنم أم تسقط الزكاة بسبب التعليف؟ إذا كانت الغنم معدة للبيع وتربى للبيع فإنه يتجب عليه الزكاة في قيمتها، لأنها أصبحت عروض تجارة معدة للبيع. إذا تم الحول على القيمة التي اشتراها بها أو تم الحول عليها هي، فإنه يقومها بما تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الغش في البيع والشراء؟ لا يجوز الغش في البيع والشراء، ولا يجوز الغش في سائر الأمور التي تكون بين الناس من المعاملات وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وهذا وعيد شديد. سبب الحديث أنه مر صلى الله عليه وسلم على بائع طعام، أدخل صلى الله عليه وسلم يده في الطعام يتفقده، فأدركت أصابعه في أسفل الطعام بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، المطر. قال: هل لا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، هذا أمر خطير، ولا يجوز الغش في المعاملات والبيع والشراء. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهم، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ هذا له مجموعة من الأسئلة، يقول: إذا فاتتني ركعة من صلاة الفجر هل أكملها جهرا أم سرا؟ يستحب أن تكملها جهرا، إلا إذا شوشت على من بجانبك ومن حولك فإنك تسر بالقراءة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: قرأت في أحد الكتب عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة ضلالة، فما الصواب؟ مأجورين؟ هذا خطأ، وليس هذا حديثا، ليس هذا حديثا، إنما قال به بعض العلماء المعاصرين، ولا نعرف من القدامى من قال بها. والصحيح أن اليدين توضعان على الصدر قبل الركوع وبعد الركوع، لأن ما بعد الركوع قيام مثل ما قبل الركوع، ولم يرد فيما أعلم دليل يخصص ما بعد الركوع بعدم الرفع، إنما هذا قول من قائله، والله يغفر له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، وشاهد بعض الناس عند السجود الامتداد الزائد، هل هذا وارد؟ لا، هذا من التكلف الذي حدث عند بعض الشباب والمتدينين على جهل، أحدثوا في الصلاة أشياء غير مشروعة، منها هذه المسألة، هو أنه يمد ظهره في السجود حتى ربما يضايق الصف الذي أمامه والصف الذي خلفه، يكون على هيئة المنبطح على بطن. هذا تكلف ما أنزل الله به من سلطان، والواجب السجود على 7 أعظم كما في الحديث، ومد الظهر هذا تكلف وشاق على الإنسان ولا أصل له. وكذلك مما أحدثوه في الصلاة أنه إذا كان في الصف إنه يباعد بين رجليه ويفحج ما بين رجليه حتى يكون تحته فرجة يدخل من تحتها الغنم أو ما أشبه ذلك، ويحجز الصف عن من بجانبه ويضايق من بجانبه، لأن الذين بجانبه يتأذون من رجليه لأنه يضايقهم، هذا أمر لا أصل له، وفاعله يأثم ولا يؤجر، وهو من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن ما أحدثوه أن أحدهم إذا كان قائما الصلاة فإنه يدلي رأسه على صدره، دلي رأسه على صدره حتى يصبح قريبا من الراكع، والمشروع أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده ولا يدلي رأسه بهذه الكيفية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إمام يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، فهل يجزي الاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة؟ الذي عليه الجمهور وهو الأحوط والأبرى للذمة أن يسلم تسليمتين عن يمينه وعن شماله، ولا يتتبع الأقوال
الأقوال المخالفة أو الشاذة. نعم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لحكم استقبال القبلة أو الاستدبار في حال قضاء الحاجة، وبعض يقول الأشياء بنيت عند قضاء الحاجة وهي متجهة إلى القبلة، أما استقبال القبلة أو استدبارها في الفضاء هذا لا يجوز بالإجماع، حرام بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة عن الكعبة ببول أو غائط. وأما إذا كان في داخل البنيان هذا موضع خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شوهد يقضي حاجته مستقبل مستدبر الشام مستقبل المدينة، وكان داخل البنيان، دل على أنه في داخل البنيان أنه يقضي حاجته ولو إلى القبلة، لأن البنيان يحجز بينه وبين القبلة لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت المدينة أمامه فإن مكة أيضا أمامه، لأن المدينة في الاتجاه الشمالي من مكة المكرمة. ومن العلماء من يعمم النهي يقول لا يجوز لا في المباني ولا في الفضاء، وهذا لا شك أنه أحوط إذا تيسر، أما إذا لم يتيسر بأن كان المبنى قد أعد وموضع قضاء الحاجة قد أعد ولا يستطيع أن يتصرف فيه فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: الشيخ، ما حكم الشراء من الثلاجات التي في الشوارع تضع ريال ويخرج لك باردا مع كون البائع غير مكلف؟ لا بأس بذلك، لأن صاحبها هو الذي نظمها، الذي باع عليك ليست الثلاجة، الذي باع عليك صاحب الثلاجة، وهذا نظام، هذا نظام مريح. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لحضراتكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذا البرنامج، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.